أنهم انتهاز مثل ما ينتهزون في الحديث وينتهزون في الأحداث. ما يتركون حديث عمار ويذهبون حديث صحيح الحسن، يتركون علي ويقتدون بالحسن، والحسن ليس هو كان يكفر معاوية بالمناسبة. ترى هو أنا عندي بحث عن هل معاوية مسلم عند الحسن والحسين أهل البيت، عندهم منافق يعني، بس هم يظنون أن الحسن حبا منه في معاوية ونقدا منه لأبيه، هم يصورونها هكذا. حتى قالها محمد عبد الوهاب وابن تيمية: وكان ما فعله الحسن أحب إلى الله ورسوله ما فعله علي. يا سلام عليكم. ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب. ابن تيمية قالها موقطة واختصرها محمد عبد الوهاب اختصارا في مختصر السيرة. هذا نص، هذا نص. لأنه إذا كنتم صادقين تعالوا، تبغى النصوص تحكم ولا تحكمون بالنتيجة؟ إذا بالنتيجة ممتاز، خذوا نتائج أحد، خذوا نتائج يحيى بن زكريا، خذوا نتائج زكريا ذبح. إذا كان بالنتيجة هم مثل بعض المدربين الرياضيين، إذا نهزم الفريق طلعوا ألف خطأ وخطأ، المدرب ما نزل كذا والمهاجم كان كذا، لكن لو انتصر ولو بصدفة وذكي المدرب، شوف كيف كذا كيف عليه.